اختفاء مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب 800 مليون دولار، يعني لا يزال مصيرها مجهولا حتى اللحظة. عادة تكشف تفاصيل هكذا التحقيقات أم يتم الاكتفاء بإعفاء المسؤولين؟ إلى أين ذهبت هذه الأموال يعني؟ هي حقيقة هذه سابقة يعني خطيرة، يعني ما كان عندنا هيك أمور بهذه المبالغ الكبيرة. اللي حصل شنو؟ احنا عندنا مشكلة سنتطرق لها، ان احنا ما عندنا ربط الكتروني، ما عندنا استقطاع مباشر بفتح الاعتماد، عندنا استقطاع يدوي. لما تجي البضاعة تتقام راك وتدفع ضريبتها داخل المنفذ الحدودي، فسجلات المنفذ حقيقة مسجلة المبلغ هذا وماخذة من عنده الضريبة، يعني هنا يعني مال فترة معينة ماخذة الضريبة ودخلتها قيد وكاملة امورها زين، لكن هذا المبلغ داخل في سجلات الاستلام، لكن التسليم طبعا المبالغ هاي تسلم لخزينة عامة للدولة، في سجلات التسليم ماكو مبالغ، هاي المبالغ ما واصلة. فهنا حقيقة اللي مسوي هاي العملية معتمد على فكرة انه من الصعوبة تطبيق يعني مقارنة المبلغ المستلم مع التسليم للخزينة عامة للدولة. بالعادة هو الاستلام هو نفسه، من اللي كشف الموضوع ديوان الرقابة المالية لما اجى دقق المبالغ اللي مستلمة خلال هذه الفترة، طبعا هي فترة طويلة يعني المبلغ هذا مجمع زين مع المبالغ اللي مستلمتها الخزينة، يعني سجل التسليم لخزينة عامة الدولة لقى فرق 800 مليون دولار. فرأسا أثار القضية وحولها للنزاهة، والنزاهة حقيقة خاطبت الجهات المعنية وتم إيقاف المسؤول، يعني الآن ده يعمل هو مدير الضرائب تم إيقافه وسحب يده وتكليف غيره حاليا إلى أن تثبت هل هذه المبالغ في فترته فترة غيره. هاي مشكلة الربط، عدم وجود ربط، وتقول لا يوجد ربط إلكتروني. يعني عفوا يعني هو متى دخل الربط الإلكتروني للعراق على سبيل المثال، يعني للمنطقة كلها بشكل عام؟ كيف كانت الضرائب يعملون بالسبعينات؟ كيف كانوا يعملون بالثمانينات؟ يعني هناك الآليات القديمة التي ما زالت متبعة لحد الآن، حتى وإن كانت قديمة ماكو ربط الكتروني، أمرنا لله، ولكن لابد أن تكون هناك رقابة. يعني عندما تعجز الرقابة عن تشخيص خلل يؤدي إلى 800 مليون دولار، مو 800 ألف دينار ولا 800 دينار، 800 مليون دولار. يعني القضية متراكمة وماكو رقابة أصلا من الأساس حتى تشخص الخلل. فلا تقول لي ربط الكترونيا وغير الربط، كيف كانوا يعملون بالسابق؟ نعم نعم. لا هو حقيقة الرقابة موجودة، لكن انا اقول لحضرتك في فقره الموضوع هذا احنا بدنا نتكلم عن 60 مليار دولار سنويا كميه الاستيراد اللي تخرج من العراق تذهب لفتح اعتمادات مستنديه للاستيراد. هذا الرقم كبير جدا، خلينا نكون واضحين. فبالنتيجه هاي الاليات التقليديه مال الموظف يستلم فلوس وموظف يدقق وراه وحاطين نقطه من ديوان الرقابه ونقطه تفتيش، هذه ما تنفع، لان احنا ما قاعد نتكلم مثل قبل عن 5 مليار دولار او 10 مليار دولار. في بعض دول المنطقه دا نتكلم عن استيراد مبالغ به، مبالغ به جدا. فهذا الموضوع فتح شهيه الفساد، فطوروا اليات وثغرات وجدوها فلاستحصال مبالغ. هذا الكلام انا اتكلم عن 800 مليون دولار، هاي رسميه مختفيه. اذا تجي الواقع احنا كل سنه اقل شيء 60 مليار دولار تطلع للاستيراد، 10% اقل ضريبه وجمرك، اقل ضريبه بعدها توصل 100% بعض البضائع. يعني احنا لازم نستحصل ايش قال 6 مليار دولار، احنا في اعلى سنه ما استحصلنا غير مليار دولار واحد فقط. اذا شنو اكو خمسه تطير، خمسه قاعد تروح بين غسيل اموال، بين ما تنزل بجيو الفاسدين، بين هي بضاعه مثلا على سبيل المثال هي مشروبات غازيه يحطها مي، هي مثلا ملابس مستورده يحطها قطع قماش فارغه. هذا حقيقه مستمر الموضوع. الحل هو بالربط. ليش؟ لان الربط يقرا التندر الاول. يعني انا اجي افتح اعتماد لاستيراد ستر في البنك المركزي العراقي في دائره التحويلات، هذا الاعتماد ما بيه مشكله، حاط له مبلغ مليون دولار، ضريبه هذه البضاعه محسوبه حقيقه في النظام، ضريبتها 100,000 دولار راسا، احط لازم مليون و100 الف دولار، تضع ال100 الف في حساب الامانات، تم الاستيراد، تجي البضاعه هيئه الجمارك تعطي عاز للبنك المركزي ان استلمنا البضاعه بدون فلوس، رأسا يتحول ل 100,000 دولار من الامانات لحساب هيئه القمر. مو صعبه العمليه، بدها تطبقها في 40 دوله قريبه من عندنا عندها حاله السعاده، اما نبقى على الحاله حقيقه التلقائيه ولا دوله نشجع ماذا لو بك